السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. أحيانا بيقابلك بعض المشاكل في الترابل شوتينج، ومشاكل سواء على الفي سنتر، على الاي 6 اي، على مستوى فيرتشوال ماشين، على مستوى فيرتشوال سويتش. فأحيانا لما بتبدأ في الترابل شوتينج ما بتوصلش الحل فيها، فبيكون الحل طبيعي أو النكست ستيب في الحالة دي إن أنت بتتواصل مع السبورت الخاص في VMware علشان يساعدك في حل المشكلة دي. طبعا ده بيكون في حالة إن أنت عندك لايسنس وشاري سبورت من VMware، والسبورت ده فاليد، فبيكون من حقك إن أنت تفتح سبورت ريكويست مع VMware سبورت. في الحالة دي بمجرد ما انت بتفتح ريكويست، اول شيء بيطلبوا منك ان انت تكولكت اللوجز اللي موجود عندك وترفعه للسبورت عشان يبدأ يعمل اناليسز، وبعده بيبدأ يدخل معاك ويساعدك في حل المشكلة. طبعا موضوع ان انت تديله اللوجز ده في الاول ده بيسهل كتير جدا في عملية الترابل شوتنج، لان السبورت بيكون عنده بعض الادوات اللي يقدر من خلالها يقرأ اللوجز بشكل افضل وبشكل اسهل من ان هو يبقى داخل معاك لايف ويبدأ ترابل شوت. ده بيحل يعني بيساعد في حل المشكلة بشكل كبير، واحيانا ممكن يبقى الرد بتاعه على طول من غير ما يحتاج يدخل معاك تاني، ان هو بكل بساطة يبعت لك مثلا كيبي معينة في VMware، او يبدأ يقول لك مثلا تحتاج تعمل ابديت معين او ازاي تحل المشكلة. موضوعنا النهاردة بقى بكل بساطة ان احنا عايزين نعرف ازاي تقدر تكولكت اللوجز الخاص بالفي سنتر او الاي 6 اي، علشان بعد كده نبدأ نعمله ابلود لVMware سبورت. في الحالة ديت الطريقة الاشهر في ان انت تعمل كولكت للسبورت ان انت بتعمله على مستوى الفي سنتر. احنا ممكن نكولكت اللوجز من على مستوى الاي 6 اي دايركت لو المشكلة في اي 6 اي معين، او من الفي سنتر لو احنا مش عارفين اصلا المشكلة فين بالتفصيل، هل هي مرتبطة بالفي سنتر او هل هي مرتبطة مثلا باي 6 اي. فالحل الاشهر والاسهل ان انت بتكولكت اللوجز من خلال الفي سنتر. بكل بساطة انت بتيجي على الفي سنتر ورايت كليك عليه على طول، هتلاقي يقول لك اكسبورت سيستم لوجز. لما بنختارها بالشكل ده هيطلع لنا لستة بكل الاي 6 اي في الفي سنتر، سواء في كلاستر سواء مش في كلاستر، سواء في الداتا سنتر، بيظهر لنا بالشكل ده. في الحالة دي نخلي بالنا من نقطة، لو انت عارف ان المشكلة في اي 6 اي معين، فبالتالي سلكت الاي 6 اي اللي انت محتاجه، او مثلا انت شككت المشكلة في 2 اي 6 اي فاديله. حتى لو المشكلة عامة، لكن يفضل ان انت تدي للسبورت ريفرنس معين. ليه؟ لان لو انت عارف ان المشكلة في اي 6 اي معين، يبقى بلاش ان انت تكولكت اللوجز او تعمل اكسبورت لللوج للاي 6 اي اللي في كل اللوجز اللي في الاي 6 اي اللي عندك. ليه؟ لان ده هيخلي مساحة اللوجز كبيرة، بالذات لو الانفيرمنت عندك كبيرة فيها عشرات الاي 6 اي، فهتلاقي مساحة اللوجز هتظهر بعدد بعشرات الجيجز، فهتلاقي الموضوع لسه هتحتاج تعمل له ابلود، فده بياخد وقت كبير منه انه يعمل له اناليسيس. فالافضل دايما ان انت تسلكت الوسط اللي فيه مشكله، لكن لو احنا مش عارفين هل المشكله في وسط معين ولا لا، فخلاص في الحاله دي تقدر تعمل له سلكت اول. فده يعتبر الموضوع ده حسب الاحتياج بالنسبه لك. تحت هنا ان هو يقدر يعمل لك برضو انكلود الفي سنتر لوجز والفي سفير كلاينت كويب انترفيس، برضو دي حاجة اديشنال. دي لو انت برضو مش عارف هل المشكلة من تحت الاي 6 اي او الفي سنتر. اجمالا دي ما بتبقاش يعني اللوجز بتاعتها كتير قوي، فحسب الاحتياج. لو انت مش متأكد هل المشكلة راجعة للاي 6 اي او في الفي سنتر، خلاص تسلكت اللي تشيك بوكس دي. عملية الاختيار هنا يفضل ان انت تحدد بالظبط اللي انت محتاجه، عشان ما يبقاش مساحة اللوجز كبيرة، فعملية الاكسبورت دي تاخد منك وقت كتير جدا، وبعد كده احنا لسه هنشوف ازاي نعمل لها ابلود تاني للسبورت، فالموضوع ياخد معانا وقت كتير. فبالتالي احنا لو قلنا هناخد كل اللوجز كده بالشكل ده ونعمل نيكست، هيبدأ يظهر لنا هنا برضو حاجة مهمة جدا. لو انت عارف ان المشكلة مثلا في فيتشر معينة او سيرفيس معينة عندك، او احد الفيتشر المكونات الخاصة بالاي 6 او الفي سنتر، يفضل ان انت تختار. بمعنى يعني مثلا كمثال، لو انت عارف ان المشكلة اللي عندك دي تخص الستورج بس، خلاص يبقى اعمل سيلكت للستورج بس. لكن لو انت مش عارف المشكلة راجع ليه، خلاص سيب هنا الديفولت، ما تتعلمش على حاجة ولا تشيل على اي حاجة اضافية. هنا بتلاقي فيه ان هو مثلا يقول لك اللوجز، يعني اللوجز الخاصة بالفي امز، فلو انت عندك مثلا المشكلة في الفي ام، خلاص سيلكت بس الفي ام. المشكلة في الستورج هتلاقي فيه على مستوى النتورك برضو بتبقى موجودة، دي لو المشكلة في الهوست بروفايل. يعني بتلاقي عندك الايه التفاصيل بالشكل دي. لو دي في الاكتيف دايركتوري، لو انت عامل انتجريشن،
يفضل ان انت لو عارف تحدد، لو مش عارف خلاص سيبها هنا الديفولت. تاني حاجة هنا ان انت لو حابب تحدد اللوجز لفترة معينة فخلاص تختار الاوبشن ده. اخر حاجة هنا، ودي طبعا كل الاوبشن دي اختيارية، يعني انت ممكن تعمل اكسبورت لوجز خلاص، انت مش محتاج تاخد اي حاجة من هنا. الباسورد دي حاجة اختيارية ونادرا لما حد بيستعملها. هي دي بس علشان ايه؟ ان اللوجز ده لما يتعمل له اكسبورت او داونلود هيبقى انكريبتد، محدش يقدر يفتحه الا لما يكون عارف الايه الباسورد دي. فبالتالي بعد ما تعمل ابلود لللوجز دي للفيمور سبورت لازم تدي له الباسورد ده عشان يقدر يفتح. لكن اجمالا محدش بيستعمل الاوبشن ده خالص، يعني لان بلاش اي فايده، لان اللوجز زي ما احنا هنشوف احنا هنعمل له داونلود ونرفعه دايركت على طول ل اس اف تي بي سيرفر عند فيمور، محدش يقدر ايه يوصل للتفاصيل دي. لكن لو انت حابب الموضوع يعني مهتم بان الموضوع يكون سكيور اكتر، تقدر تختار له باسورد، تختار الاوبشن ده وتدي له باسورد وكونفيرم، لكن مش محتاجين احنا في الحاله دي. احنا دلوقتي بكل بساطه بعد اختيار الاوبشن دي لو قلت له اكسبورت لوجز هيبدا بقى يعمل ايه اكسبورت للوجز دي، وهيعمل لها داونلود عندك على الجهاز اللي احنا فاتحينه اللي بنكونكت بيه على الفي سنتر في الحاله دي. طبعا اللوجز هتاخد وقت قد ايه علشان تكمل 100%؟ هي بتاخد كده ثواني او ممكن دقيقه بالكتير، ويبدا عمليه الايه الداونلود. زي ما بنقول الموضوع ده هياخد وقت قد ايه ما نقدرش نحدد. ليه؟ لانه اولا شغال اوفر نتورك في حسب السبيد نتورك عندك من الجهاز بتاعك للفي سنتر، ثانيا حسب الحجم، هو ده اللي بيفرق معانا. يعني تخيل انت دلوقتي بتكونكت لوجز ل 10 اي 6 اي، مش هيكون زي مثلا 20، مش هيكون زي 30، هل احنا بنجمعهم كلهم ولا لا، هل الانفيرمنت عندك بتاعتك دي قديمه ولا لسه حاجه جديده فلسه اللوجز مش متجمعه كتير. فطبعا الموضوع ده ايه بيختلف من انفيرمنت للتاني. في اماكن ممكن تلاقي اللوجز كلها جايه مثلا 1 جيجا او 2 جيجا، في اماكن ممكن باكتر من 10 جيجا في المره الواحده. فبطبيعه الحال ده كله بيختلف، هو بياخد ثواني كده ويبدا يعمل كولكت ويبدا بقى يعد كده زي ما تكون بتعمل داونلود لاي فايل. المفروض بقى بعد ما بيخلص نبدا نعمل له ابلود للكيس بتاعتنا اللي فاتحينها مع السبورت. عمليا انت عندك طريقتين علشان تعمل ابلود ل اللوجز اللي احنا جمعناه. يعني على فرض ان احنا خلاص اللوجز بتاعتنا اكسبورتد خلاص وكولكتد، علشان تعمل لها ابلود عندك طريقه من الاثنين. اول طريقه ان انت تقدر تيجي من المنيو هنا وفي ادمنستريشن هتلاحظ عندك حاجه هنا اسمها سبورت، هي مكتوبه حسب الاسم بتاعها ابلود فايل تو سيرفيس ريكويست. لو انت قلت له فتحت او اخترت هنا كلمه ابلود هيقول لك هنا اديني السيرفيس ريكويست اي دي. طب السيرفيس ريكويست اي دي ده او الاس ار نمبر ده جيبه منين؟ ده اصلا لما بتفتح ريكويست مع السبورت وتقول مثلا ده ريليتد ل اي اس اكس اي او في سنتر او كده، المفروض اوتوماتيك اول ما بتفتح الريكويست حتى من قبل ما يعملوا اساين لاي انجينير عليها هو اوتوماتيك بيجي لك اوتو ريبلاي فيها رقم السيرفيس ريكويست. فبالتالي كل اللي انت محتاجه ان الرقم ده من الايميل بتاعك هتجيلك على الايميل او على ماي في ام وير اللي عليها اللي فاتح منها الكيس، وهوري لحضراتكم النقطه دي ازاي تعملوها. هتاخد الرقم بتاعها بيكون يعني رقم كده بدايته اس ار، هنا عايزين نحط الرقم بس، بيبقى حوالي تقريبا سبع كاركتر ارقام بتضيفها هنا. اول ما تحط الرقم ده بعد كده بتعمل براوز وتبدا بقى تابلود السبورت بادل، بنسميها احيانا الفي سنتر دايجنوستيك انفورميشن، هو بيكون اسمه كده برضو. فتقدر تعمل له ابلود هنا حسب بقى المساحه بتاعته بتترفعها. طيب ده عمليا بقى بيحتاج ايه؟ بيحتاج ان لازم الفي سنتر بتاعك يكون بياكسس الانترنت. ليه؟ لان ده هيرفعه كده دايركت على طول على الاي سي اف تي بي سيرفر اللي هو في مور بتجمع اللوجز كلها من كل الكاستمر اللي بيفتحهم ريكوستات عليها. فاي حد يقول لي طب ما احنا كده يبقى لازم الفي سنتر يكون مفتوح على النت، وده يعتبر يعني بشكل كبير جدا بيبقى مرفوض في غالبيه الانفايرمنت ان الفي سنتر ياكسس الانترنت، زي ما شفنا قبل كده مثلا في موضوع ان الفي سنتر حتى يبقى واصل للانترنت عشان الابديت والكلام ده، ده بيبقى مرفوض. ففكره ان احنا هنابلود اللوجز بتاعتنا من هنا شبه نادره جدا. ليه؟ لان نادرا لما تلاقي حد واخد الريسك ان هو يابلود الفي سنتر بتاعه، مع العلم ان انت محتاج بس تاكسس يعتبر اليو ار ال ده، يعني vmware.com على البورت ده. طيب ايه الحل البديل بقى لو الفي سنتر بتاعنا مش طالع دايركت على طول على الانترنت عشان نابلود اللوجز؟ الحل بقى اللي هو يعتبر المشهور جدا ان انت بتيجي على
بعد ما تكولكس طبعا اللوجز في كده الويب سايت اللي اسمه sftp.site.vmware.com. السايت ده هو ده الخاص بان انت تابلود اللوجز بتاع اي سيرفيس ريكويست او اي كيس انت فاتحها مع فيموير سبورت. الويب سايت ده يعني طبعا في الرساله اللي هي الاوتو ريبلاي اول ما بتفتح كيس هو بتلاقي حاطط لك اصل التفاصيل دي ازاي تكولكت اللوجز وازاي تابلود اللوجز والكلام ده. فبتلاقي حتى هو دايما حاطط لك الايه اليو ار ال ده لان هو ده دايما اللي بيبقى الاشهر ان ايه ان الكل بيستعمل. فاعتبر من الجهاز بتاعك او اي جهاز بقى ليه انه اكسس على الانترنت هتحتاج ان انت تفتح السايت ده sftp.site.vmware.com وتيجي هتلاقي في يوزر نيم وباسورد ثابتين يعني انباوند وانباوند يعني نفس الكلمه دي في انباوند في اليوزر نيم وفي الباسورد هما اللي العين ثابتين ولوجن يعني ما لهاش علاقه يكون انت ليك يوزر نيم وباسورد لا الاس اف تي بي سيرفر ده هو شغال على طول باليوزر نيم والباسورد ده. كل اللي انت بتعمله بقى هنا هتيجي هتكتب له الاس ار او اللي هو السيرفيس ريكويست اللي احنا برضو قلنا انت لما بتفتح اي ريكويست بيجي لك النمبر بتاعه هتحتاج الرقم ده تكتبه هنا يعني مثلا الرقم 1 2 3 مثلا لغايه 7 الرقم ده وتقول له نيكست طبعا بيدي الرقم انفاليد لان الرقم ده ملوش وجود يعني. فانت لما تعمل نيكست على طول وقبل لو الرقم بتاعك مظبوط هتلاقي كلمه اللي هي بقى ابلود ديت اصبحت اكتف فبالتالي تقدر تعمل ابلود لللوجز بتاعتك حسب بقى المساحه بتاعتك هتتعمل لها ابلود. مجرد ما انت عملت الابلود هنا خلاص واداك سكسسفل ان هو كومبليت فبالتالي بتبعت للسبورت تقول له ايه ابديت يعني على الكيس بتاعتك ان انت دلوقتي عملت ابلود للوجز هو يبدا يتشيك اللوجز دي. اللوجز دي او اللي هي الدياجنوستيك انفورميشن دي كافيه جدا جدا ان هو يقدر باي اناليسيس كل حاجه ويبدا يتشيك ويعرف ايه المشكله اللي عندك وايه سببها ويحاول يساعدك فيها. فدي كده يعتبر الطريقة الأشهر في إن احنا نقدر نكولكت اللوجز على مستوى الفي سنتر. طب لو أنا عندي مثلا إي إس إكس أي ستاند ألون أو المشكلة في إي إس إكس أي معين وأنا عايز أكولكت اللوجز على مستوى إي إس إكس أي أقدر أعملها؟ أنت لو دخلت على أي إي إس إكس أي عندك تقدر تكولكت اللوجز بتاعته. يعني لو جيت كده على الإي إس إكس أي ده ودخلنا عليه دايركت كده مثلا ده الهوست اللي هو مثلا أول واحد عندي اللي هو 111 وندخل بالروت والباسورد بتاعنا. لو احنا جينا على الاس اكس اي دايركت هنا يعني في ناس يقول لك انا بدل ما اعمل بالفي سنتر واضطر اخد مساحات كبيره لو انا اعمل سيلكت لا انا ممكن بالاس اكس اي على طول. خلاص بكل بساطه انت لما تيجي في الهوست هنا لو جينا في الاكشن هتلاقي عندك يقول لك ايه جنريت سبورت باندل. طبعا هو اللوجز احيانا تلاقيه بيقول لك سبورت باندل احيانا بيقول لك دايجنوستيك انفورميشن يعني المسميات هي كلها نفس الهدف ونفس المعنى وسواء انت هتجمعهم منين هو نفس الايه اللوجز. طبعا هي اللوجز دي اللي بنلاقيها موجوده عندنا في لو جينا في المونيتور هنا اللوجز يعني هي دي الملفات اصلا اللي هو بيعمل لها يعني اللي انت ممكن اصلا تقراها من هنا او لو تقراها باي حاجه. بس طبعا لما بياخد الدايجنوستيك انفورميشن كامله بيعرف هو يقراها بتفاصيل اكتر يعني مثلا ايه يعني من هنا برضو اقدر اقول له جنريت سبورت باندل اللي احنا جبناها من الاكشن من بره. يعني طبعا لو انت حاولت تداونلود كله فيلم ده احيانا ما بيبقاش كامل يعني فالافضل دايما ان انت على الهوست كله وتيجي تقول له او على الاس اكس ار اقول له جنريت سبورت. بس طبعا ده كده احنا بنجمع اللوجز الخاصه بمين بالهوست ال 111 بس فلو انت المشكله في اكتر من هوست يبقى لازم تجمعهم في كل واحده. فالافضل دايما بالفي سنتر يعني حتى عشان يديك التفاصيل لو في اي مشكله من ناحيه الفي سنتر فالافضل احنا ناخدها بالفي سنتر. لكن عشان لو عندك هوست ستاند الون او الفي سنتر مثلا في مشكله ومش شغال وانا عايز سبورت بالاس اكس اي خلاص هاجي انا واقول له جنريت سبورت بندل هيسالك تاني على الروت والباسورد الخاصه بيها نقول له ساين هيبدا مين يجمع لك اللوجز. اللوجز دايما بيبقى اسم الاي 6 اي والتاريخ بتاع اليوم اللي انت والوقت اللي جمعت في اللوجز عشان لو انت حاولت تجمع اكتر من مره يتجمع معاك. طبعا بيشوف هو بيبدا يجمع بقى اللوجز بتاعتك يعني دايما متوسط اللوجز بتاع الاي 6 اي يعني من 300 ميجا ل 500 ميجا يعني ده الافريج اللي بيقابلني كتير يعني لانه بطبيعه الحال اللوجز القديمه بتتحذف بشكل اوتوماتيك اصلا لان دي بتبقى موجوده لوكال على الاس اكس اي فعشان ما يعملش فول للديسك بتاعه فهي منها بتتحذف بشكل اوتوماتيك فدايما هتلاقي متوسط ايه 300 400 500 ميجا مثلا بالكتير. انما الفي سنتر لا الموضوع بيبقى اكتر بقى عشان لو انت جمعت كل الاس اكس اللي عندك فتلاقي الموضوع بياخد مساحات كبيره.
المفروض برضو بعد ما الـ SXI يداولود اللوجز كلها أو يكولكت اللوجز كلها هتبدأ تعمل أبلود برضو للوجز بنفس الموضوع على الفيموير الـ SFTP سيرفر. هتكتب الـ SCR نمبر بتاعتك وريكست وتبدأ تعمل أبلود للوجز. فيبقى احنا عندنا دلوقتي في شفنا الطريقتين الأشهر في ان انت تكولكت اللوجز سواء على مستوى الفي سنتر بتكسبورت اللوجز كلها سواء لهوست واحد او اكتر من هوست، عايز تعمل على SXI نفس الموضوع. سريعا كده انت لو حابب تفتح اصلا ريكوست مع السبورت طبعا بيكون الاكاونت اللي انت موجود عليه اللايسنس واللي مربوط يعني باللايسنس بتاعتك على في ام وير. فانت لو جيت هنا في السبورت وقلت له جيت سبورت تقدر تفتح الكيس بتاعتك، يعني مثلا منها تشوف تفتح سبورت ريكوست، او لو انت عايز تشوف مثلا ماي سبورت ريكوست ديت الكيسز اللي انت فاتحها. فانت بس دلوقتي عايز اشوف الاس ار نمبر بتاع الكيس علشان ابلود اللوجز. المفروض لو انت فاتح اي سبورت ريكوست يبقى موجود عندك هنا، فبالتالي تقدر تاخد الرقم وتعمل ابلود لللوجز. طب انا مثلا لا عايز افتح كيس جديد، هقول له جيت سبورت هنا، بتلاقي عندك حاجتين يقول لك انت عايز السبورت ده مرتبط بتكنيكال سبورت ولا نوت تكنيكال. نوت تكنيكال دي حاجات بقى خاصه بالاكونت اللي عندك، خاصه يعني زي ما هو كاتب لك كده مانجمنت برودكت سيلز داونلود انفو بيلينج، يعني مثلا انت حاجه مرتبطه باللايسنس بتاعتك عايز تجدد في اللايسنس، في اكونت عايز تضيفه على الاكونت ده او الكونتراكت ده ويبقى ليه بيرميشن ان هو ياكسس ويفتح ريكويست، بتغير في البيرميشن الاكونتات، عايز اللايسنس بتاعتك فمشكله معينه، عايز تستفسر عن حاجه تخص اللايسنس، يعني كلها مشاكل مش تكنيكال. انما احنا بالنسبه لنا لو المشكله تكنيكال وديت الكيس بتاعتنا فبتيجي لنا تقول له ايه تكنيكال سبورت وتقول له ريكويست ايه سبورت، يعني دي بتفرق عشان تعمل لها الصاير في المكان المظبوط. طبعا الاكونت بتاع ده انا داخل بالاكونت الشخصي بتاعي، فالمفروض اصلا انت هنا بيبقى يديك ليست بالبرودكت اللي انت تقدر تفتح عليها ريكويست. يعني شوف هنا هتلاقي انه يقول لك ان الاكونت ده مفيش اي برودكت مربوطه بيه. المفروض بقى هنا لو الاكونت ده انت مثلا عليه انت شارع عليه لايسنس مثلا تخص الفي سفير، فهتلاقي جايب لك اي 6 اي وفي سنتر، جايب لك بقى مثلا يعني مثلا في الوقت الحالي بتاعنا في مثلا اي 6 اي 7 و8 فيبقى جايب لك 7 و8. لو مثلا انت في لايسنس بتاعت ان اس اكس فيريلايز اوبريشن كل بقى البرودكت تبقى موجوده هنا. ليه؟ عشان تختار البرودكت المرتبط بيه. والمفروض هنا بقى بتحط سبجكت كده للايشو وتبدا تشرح بقى المشكله اللي عندك، ونكست تبدا بقى تحط مثلا التفاصيل بتاعتك الايميل او ايميلات تانيه عايز يجي عليها برضو تربطها بالكيس دي لو في التيم بتاعك عشان يبداوا يتواصلوا مع السبورت. طريقه التواصل ان هو يتواصل معاك بالايميل ولا على مثلا التليفون او موبايل، ويبدا بقى يفتح لك الايه الريكوست. مجرد ما يفتح هيفتح لك بقى اللي هو الايه يجي لك على طول الاس ار نمبر اوتوماتيك على طول على الايميل، وتبدا بقى تعمل تداونلود اللوجز وتكولكت اللوجز الاول بعد كده تعملها له ابلود. ده طبعا حسب بقى الكيس بتاعتك وحسب المشكله. طبعا انت هنا بتحدد البيوريتي بتاعتها، هل هي بي 1 ولا بي 2 ولا بي 3، هل هي اصلا يعني حاجه بي 1 طبعا دي بتبقى اعلى حاجه اللي هي يعني برودكشن داون فانت لازم السبورت يدخل معاك في خلال نص ساعه، لو بي 2 بيدخل بيبقى حسب الكونتراكت بقى ممكن يدخل في خلال 4 ساعات، بي 3 لا الموضوع يبقى في خلال 24 ساعه، فهو بيبقى حسب يعني لازم يقصين انجينير ويدخل معاك. فطبعا دي انت بتحددها يعني حسب البرودكت ايه بتاعك وحسب اللايسنس اللي انت واخدها هل هي برودكشن ولا لا. دي كده ان انت بتفتح ازاي الكيس وكمان تابلود اللوجز عليها. لكن احيانا بيبقى مثلا في مشكله ان الهوست انا مش قادر اكونكت عليه ويب، الويب انترفيس نفسه مش فاتح فانا مش قادر اكونكت اللوجز، او الهوست مثلا هو مش قادر كونكت على الفي سنتر فانا مش قادر برضه كونكت اللوجز منه، او الفي سنتر نفسه مش شغال يعني ممكن تبقى المشكله في الفي سنتر. طب انا اجمع اللوجز ازاي؟ فبيبقى في الحاله دي في بقى طرق تانية ان انت تقدر برضه تكونكت اللوجز. الطرق دي مش ويب انترفيس يعني طبعا، لان زي ما قلنا انت عندك في مشكله في الويب انترفيس او الفي سنتر او الاي 6 اي الويب انترفيس بتاعه مش بيفتح او مهنج، او احيانا بيبقى في مشاكل احيانا في الويب انترفيس كده ان هو فاتح وشغال معاك وقادر تعمل كل حاجه، لكن تيجي تعمل كولكت ما يبداش يجمع معاك او يجمع لك كام ميجا كده ويوقف. يعني في مشهور كده حاله تلاقيه بيجمع لك لغايه حوالي 10 ميجا ويقف. طب في الحاله ديت انا عايز اخد اللوجز للسبورت، والسبورت لازم احيانا
ممكن يدخل معاك لايف ويحاول يترابل شوت، بس هو مش قادر يوصل لسبب المشكله ايه، فبالتالي يقول لك لا انا عايز اللوجز باي طريقه. طيب في الحاله دي لو مش قادر تجمع اللوجز من الجي اي او ويب انترفيس، نقدر نجمع اللوجز بالكوماند لاين. طب الكلام ده ازاي؟ لو ناخد على الفيسنتر الاول بعد كده ناخد الاي اس اكس اي. لو انت بس دلوقتي عايز تاخد تكولكت اللوجز اللي على الفيسنتر بالكوماند لاين، فبالتالي ندخل اس اس اتش على الفيسنتر او من خلال الايه الكونسول بتاعه كفي ام. هندخل طبعا اس اس اتش افضل، فهنكتب الاي بي بتاع الفيسنتر، الفيسنتر بتاعنا اللي هو 110. طبعا لازم تكون عامل انيبل للاس اس اتش، فندخل روت الباسورد بتاعتنا نكتبها، نجبر كده الريزوليوشن شويه. عملنا لوجن بالشكل ده، وتدخل على الشيل هتكتب كوماند بسيط جدا على الفي سنتر، هقول له في سنتر داش سبورت. يعني لو كتبت حتى كده اول ثلاث حروف وتاب على طول هو بيكمل، وتبدا تقول له ايه انتر. كده هيبدا يعمل ايه؟ اهو هيبدا يكولكت اللوجز. في نهاية طبعا ده بتاخد وقت شوية، طبعا بتاخد وقت زي ما قلنا انا حسب ال يعني. هنا طبعا مفيش اوبشن ان هو هتاخد من انهي هوست ولا الكلام ده، هو بياخد اللوجز كلها، فعشان كده دايما بياخد وقت شوية. لكن خلاص الويب انترفيس مفهوش مش شغال او بطيء او بنحاول نعمل له لوجز ما بتكملش، وده مشهورة زي ما قلت لحضرتك. فهو في الحالة ده هيبدأ يكولكت اللوجز، في الاخر هيقول لك انا حافظها في انهي بارتيشن او اللوكيشن بتاعها على الفي سنتر فين، لان هو كده بيحفظها لوكال على الفي سنتر الفي ام بتاعته على اللوكال ديسك الخاص بيه. ففي الحاله دي ممكن تدخل بقى باي سوفت وير زي الوين اس اس بي، او ممكن مثلا بالكوماند لاين هو يقول لك الباص كذا، تاكسس الباص ده وتعمل له مثلا كوبي على شيرد فولدر تاني او كده، زي ما انت حابب بقى تعملها. يعني الافضل والاسهل لو انت عندك مثلا حاجه زي اللي هو الوين اس اس بي، برضه بتدخل عليه بالروت والباسورد، هو بيبقى قايل لك الفولدر فيه كذا، فتقدر تعمل له داونلود على طول. فدي برضه يعتبر ايه من الطرق اللي احيانا كتير بتحتاجها لو الويب انترفيس عندك في اي مشكله ومش قادر تجمعها. ده كده بالنسبه للفي سنتر. طب بالنسبه للاس اكس اي، لو انا برضه الويب انترفيس مش شغال نفس الفكره، هتحتاج تدخل على الاس اكس اي اس اس اتش. مثلا لو قلنا الهوست مثلا 112، لو الهوست بس 112 انت طبعا هتحتاج الاول عشان تاكسس اس اس اتش لازم يكون الاس اس اتش انيبل، فهشغل بس السيرفيس وهاجي هنا مثلا في البوت عندنا اقول له 100.60 100 دوت، احنا قلنا نخش مثلا على 112، نقول له روت والباسورد. دخلنا كده بالشكل ده، نغير الريزوليوشن. في الحاله ديت بقى مش زي الفي سنتر اقول له في سنتر داش سبورت، لا هنا هقول له في ام داش سبورت، نفس الموضوع هيبدا يكولكت اللوجز، كل اللوجز الخاصه بالاس اكس اللي احنا داخلين عليه. في نهايه الموضوع هيقول لك هو حافظ لك اللوجز فين، تقدر برضو تكونكت عليه اس اس اتش وتاخد تكونكت عليه وين اس اس بي مثلا او اي سوفت وير يعني يقدر ياكسس البارتيشنز بتاعته وتبدا تعمل لها داونلود. او ممكن ان انت تكوبي من الفايل ده لاي مثلا داتا ستور ثانيه في الاس اكس اي وتبدا تعمل لها داونلود عادي خالص. فيعني عندك اكتر من اوبشن في الموضوع ده. يبقى احنا كده قدرنا نعرف ازاي نكولكت اللوجز او السبورت باندل او الانفورميشن او الدياجنوستيك انفورميشن حسب بقى المسميات ايا كان المسمى بتاعها بالنسبه للفي سنتر والاس اكس اي، سواء من الويب انترفيس او سواء الكوماند لاين، سواء الفي سنتر او الاس اكس اي. الموضوع ده مشهور جدا، هتحتاجه لا قدر الله لو عندك اي مشكله واحتجتها للسبورت. دايما مجرد ما تفتح السبورت ريكويست ما بتفتحه على ما يعمله اصلا للانجينير بالذات حتى لو بي 2 او كده، فالموضوع هياخد وقت. فبالتالي يبقى انت عندك تكولكت اللوجز تعمل لها ابلود للسبورت، فيبقى داخل معاك عنده التفاصيل كلها يقدر يساعدك على طول في اقرب وقت. ده كده كان موضوعنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم قريب جدا في موضوع جديد. السلام عليكم.